عسلامة. اليوم الفيديو مختلف على العادة، حبيت نشارككم أهم الصفحات والمواقع اللي شريت من عندها عبر الانترنت وكنت فرحانة بالنتيجة، خاصة غابور كاليتي بري. برشا منكم أكيد كيفي بحكم الالتزامات ولا السكنة بعيد على المراكز التجارية، وضيق الوقت يخيروا يلتجؤوا للتسوق الإلكتروني باش يشريوا حاجات، وماذا بينا تكون الجودة مضمونة وناس ثقة وأسعار معقولة. الفيديو هذا ماهوش إشهار، كل الأسماء اللي ذكرتها شريت من عندهم في فترات متباعدة، مالي الخاص كأي حريفة، قلت نفيدكم بتجربتي، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. كنت شفتوا معايا الكريسي بتاع بيت أولادي، وجد خليت من عندهم كريسي الكوزينة، موقع عفاريات. فيه شواء كبير كل ما يخص الدار من إلكتروميناجي، بلاستيك، برشا حاجات، ونتفكر خاصة جودة الخدمات وحسن المعاملة، وخاصة كيفاش وصلني الكراسي بيان امبالي. فما باج فيسبوك اسمها فونت إلكترو بلاستيك، فيها كل ما هو بلاستيك بصفة عامة، ولا جماعة اللي مغرومة بالحلو، فيها القوالب، فيها البوشوار، الحصيل وجو كبير، ننصحكم تمشيو تعملوا عليها طلة. كان ناويين باش تجدوا جاري، ننصحكم بأن بون بلون، أختو دريم، جودة وأسلام معقولة، ننصحكم زوروا الموقع فما برشا شواء. سنة الفارتة جددت الفخار، وخذيت سيراميك هليلة ستور من عند كاليتي بخي ريزونابل. الباج هذه عندها برشا ارتيكلوات باسامي معقوله برشا، وزيدة موجوده عندها موقع على الانترنت. جددت الحافات والحقيقه الفينيسيون توب لقيتها عند دارك.ان، ديجا تصاور تحكي وحدها. صورت لكم لي ديتاي نتاع الخياطه باش تاخذوا فكره. شواء كبير في النوع نتاع التيسو ولي كولور الموجودين، ننصحكم زوروا الباج تستحق الفرج. كنت شاركتكم ديكور رمضان واستعملت شمع بالبيل اللي خديته من عند ليفينغ هوم. الحق الباج اكتشاف بالنسبه ليا، لقيت فيها برشا حاجات حلوه، وزيد بعثولي الكوموند بيان امبالي افيك ان بتي كادو، الله يبارك لهم. الباج هذي تو فوق 3 سنين من اللي وليت مانيش كان من عندهم كل عام، اللعاب الصغار ولا القصص ولا كتب الباراسكولير. الحق من احسن الاسعار في السوق، سيتي سكول ما شاء الله عالم كبير، ادخلوا ما تندموش. نجي نختم بمونكوت كور اللي هي اخر حاجه شريتها قبل رمضان، واللي الحق ترددت برشا باش نشريهم، اللي هما لي اوف دو شيز، لكن فرحت برشا بالنتيجه وديجا هاكم بتشوفوها في اخر الفيديو. هذه بيت الفطور نتاعي طلعتها في 2009، غلفت الكريسي وحدي، حبيت نجدد ونبدل الديكور، خذيتها من عند باج بوتيك سامبا، فريمون فينيسيون طياره على الاخر، وجاوني كانهم معمولين سور ميزور.
شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. ان شاء الله كل اللي يخدم بضمير الله يبارك له. نرجع ونقول راني شيت من عندهم الكل وجربتهم وما هوش اشهار. الى اللقاء.